مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عالم منوعات. نورني دايما اسره قناه عالم منوعات. اتمنى لكم يا رب دايما الصحه وتكونوا في احسن حال يا رب العالمين. طبعا معانا النهارده في برنامج المقالب كريزي وومن الحلقه ال12 معذره. طبعا فكره البرنامج بتقوم على ان واحده عامله اي واحده تبع البرنامج يعني عامله نفسها هي سواقه تبع اوبر وكريم، وفعلا هتستدرج الضحيه لحد ما يركب معاها العربيه. ومقلب بقى الحلقه ال 12 من برنامج كريزي وومن. طبعا هو اتنين متزوجين، طبعا هتركب معاها كابل يعني اتنين متجوزين، وطبعا هتعمل نفسها ان هي بتعاكس الراجل يعني اللي هو جوز الست يعني وكده. هتعمل نفسها ان هي قاعده بتعاكسه وهتقعد تبصبص له في المرايه وتقعد تقول له انت اسمك ايه. طبعا الست هتنرفز جدا وهتتضايق وهتقعد تتعصب وهتقول لها انت مالك، انت ومال جوزي، انت بتكلمي ليه، وجهي عايزه توجهي كلام وجهي لي انا. فطبعا البنت طبعا اللي هي السواقه يعني هتقعد طبعا بقى تقعد تنرفزها اكتر وتعصبها، وطبعا الست هتتعصب جدا وهتتضايق وهتقعد تقول لها انت عايزه ايه بالظبط، انت عايزه ايه، وانت بتكلمي جوزي ليه، كلام كتير يعني كلام بقى كتير كده هيبقى فيه نرفزه وكده. وطبعا الست هتتعصب وفي الاخر بقى هتمسك تضرب البنت ديت اللي هي اللي بتعمل المقالب يعني وسواقة التاكسي. طبعا بقى هتمسكها هتضربها وتقعد تقول لها انت عايزه ايه من جوزي، ده جوزي، يلم نفسك بدل ما انزل اعمل فيك محضر تحرش، انت بتتحرشي بجوزي ولا ايه، هو انا مش مالي عينك. وطبعا هتقوم بقى جايبها من شعرها وهتقعد تشد لها شعرها وهتقعد تعضها وتقرصها بقى، وهتقعد بقى تقول لها في ايه، واحنا في تاكسي ولا في كباريه هنا، انا مش عارفه والله احنا ركبنا ايه بالظبط، انت مالك يا ست، انت في ايه، انت مالك ومال جوزي وكده، انت عايزه منه ايه بالظبط. لا ما يغركيش شكلنا كده، انا ممكن اهزقك وبهدلك وكده. وطبعا بقى في الاخر هتكتشف ان ده مقلب وهتقول لهم طبعا يا جماعه احنا كنا بنعمل فيكم مقلب، رمضان كريم نزيع ولا لا، هتقول لها اه زيعي.